الزابيو الصغير اللي انتوا شايفينه ده هيعمل اكبر حيلة ممكن تتخيلها واللي مش ممكن حيوان كبير يقدر يعملها. الزابيو الصغير ده عشان يهرب من هجوم النمر او الاسد عليه راح بسرعة وقعد يدعبه وينطحه زي ما انتوا شايفين كده وكأنها امه، عشان يستحن قلبها وعشان تسيبه في حاله. فسبحان الله، وعشان كده اللبوة فعلا استجابت ليه وبدأت تلعبه وتدعبه وكأنه صغير من صغرها. شوف الحيلة الذكية اللي عملها الظبي الصغير ده. وفي الوقت نفسه جه نمر تاني عشان ياكل الظبي، راحت مش كده وبس، دفعت عنه كمان، وكانت غريزة المومة هي سلاح الظبي الصغير اللي استخدمه لصالحه.